فيما يخص خدمه النادي الاهلي. انا ليا فلسفه مختلفه شويه في الحته دي، وهي ان انت لما تيجي تخدم الحته اللي بتحبها انت عارف امكانياتك وقدراتك. ممكن حد تاني من المسؤولين ما يبقاش عارف الامكانيات بتاعتك والقدرات بتاعتك بشكل كبير. فانا شايف ان من احسن الحاجات ان انت لما يطلب منك انك تبقى في بوزيشن معين وانت ما عندكش الملكه دي، هو مش شغل وخلاص، ترفضه طبعا. أيوة. طالما ان انت شايف ان انت مش هتقدر تأدي في المكان ده. أيوة. ده مش معناه ان انت مش بتساعد الكيان، بالعكس انت لما تساعد الكيان يبقى لازم تساعده بقدرات عندك، بامكانيات عندك، بموهبه عندك، هو ده اللي تقدر تساعد. لو انت عندك امكانيات فنيه يبقى لازم لما يطلب منك انك انت تساعد بامكانيات اداريه تقول لا انا ما عنديش الملكات الاداريه دي. انت كده بتحب المكان وبتحب الكيان وبتقدر انت تخدمه. انما واحد مدرب طول عمره معروف ان هو مدرب واتجاهاته فنيه، يطلب منه مثلا ان هو يبقى مدير كوره، يقبل لمجرد ان هو الكلمه المثاره واللي بتتقال في كل حته انا اخدم المكان حتى لو بشتغل ايه؟ لا، ده انا دي وجهه نظري بما يتناسب مع قدراتك، عشان انت قدراتك دي هو ده اللي هتحاسب عليه، هو ده اللي تنجح بيه المكان. صحيح. دي وجهه نظري. صحيح. في المنطقه اللي فيما تخص الكيان. فيما يخص طبعا ال 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 النادي الاهلي وحبنا للنادي الاهلي وعطائنا للنادي الاهلي، انا من كام يوم والله كنت عايز انزل حاجه، بس انا بخاف ان انا فهم غلط كنوع من التمييز زي ما اللغه الدارجه يعني. بحب النادي الاهلي جدا جدا يعني، عندي حب غير طبيعي للنادي الاهلي، وبقعد افتكر ذكريات كبيره جدا وحاجات كتيره جدا، وبرضو عندي نوع من في فتره من الفترات يا كابتن زكريا عشناها في النادي الاهلي كان فيها انكسارات. اللي معاش الانكسارات جوه النادي الاهلي ما 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 فهمش معنى حزن. صحيح. جماهير النادي الاهلي ما فهمش معنى انك لو تعادلت ماتش ما تقدرش تنزل من البيت. صحيح. عشان مكسوف من ان الجماهير تقابلك. انا عشت فتره انكسارات في النادي الاهلي وعشت فتره انجازات في النادي الاهلي، الاثنين علموني حاجات كتير جدا وفرق معايا بشكل كبير جدا جدا جدا. لما اشتغلت بعد كده كمان في النادي الاهلي في الناحيه الاداريه، ما انكرش ان انا اتعلمت من اثنين، لان كان التعامل دايركت ما بيني وبينهم كابتن هادي خشبه، كابتن سيد عبد الحفيظ، الاثنين اتعلمت منهم حاجات اداريه بشكل كبير جدا اثرت معايا. يمكن انا دلوقتي اتجاهي فني شويه، ولكن انا بتكلم ان الناحيه الاداريه كمان اتعلمت من الاثنين دول بشكل كبير جدا، وكان ليهم تاثير ايجابي بشكل كبير، لان هم كانوا من الناس اللي تبنتني لما طلعت مع الفريق الاول. يمكن سيد عبد الحفيظ ليه كلمه كنت بقولها له دايما، وكان كل ما يقابلني قلت له انت كنت مثلي الاعلى. فعلا ده كانت حقيقه يعني. كابتن سيد وانا بتفرج عليه وهو في الفريق الاول وانا كنت طالع من قطاع الناشئين، هو كان مثلي الاعلى، فبيقول لي كنت، قلت له انا لما لعبت معاك لقيت ان انت عادي يعني، خلاص ما بقاش الموضوع يعني، ما بقاش في فرق خلاص يعني. على المستوى الشخصي بحبهم الاثنين جدا، وعلى المستوى الفني انا قلت مستحيل ان انت تكون مثل الاعلى، مستحيل تكون مثل الاعلى، مستحيل. وعلى المستوى الاداري كمان اتعلمت منهم حاجات كتير قوي. بصوا اللي بيتقال ده النادي الاهلي يعني.